وإلى الملف الفلسطيني، حيث أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة أونروا في مخيم جبليا شمال قطاع غزة. ووفقا لمصادر صحفية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مخيم جبليا وحاصرتها وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في ثلاث غرف. وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفرنة النازحين من بيت حانون.